أخبار الثامنة من 2018 نبدأها بأبرز العناوين. اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في سلطنة عمان. السبسي: الولايات المتحدة لا تنوي نشر جنود لضرب الإرهاب في ليبيا. كوبلر: داعش حكومة الرابعة في ليبيا. نرحب بكم في تفاصيل النشرة. تشهد مدينة طرابلس هدوءا حذرا بعد الاشتباكات التي دارت صباح اليوم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في مناطق متفرقة في المدينة منذ ساعات الصباح الأولى بحسب مصادر من داخل المدينة. المصادر أضافت بأن الاشتباكات أدت لخسائر في ممتلكات المواطنين واندلاع نيراني في سياراتهم المصطفى في الطريق العام. وتتضارب الأنباء عن خلفية هذه الاشتباكات، لكن شهود عيان أكدوا أن محور الاشتباكات يقع في محيط معسكر الكتيبة 77. انطلقت في مدينة صلالة العمانية اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تحت رعاية الأمم المتحدة، وافتتحت الجلسة بحضور وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وتهدف الجلسات إلى التشاور بشأن مسودة الدستور التي ستطرح لاحقا للاستفتاء الشعبي. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صلالة العمانية عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السيد إبراهيم البابا. سيد إبراهيم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم، يعني سيد إبراهيم، في دولة مثل ليبيا لم تستقر أمنيا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسيا، يعني برأيك هل يصعب فيها يعني صياغة الدستور؟ لهذا لجأتم إلى سلطنة عمان أم هناك أسباب أخرى؟ نعم، في البداية نحب نرحب بالقناة ونشكر على إتاحة الفرصة. نحن الآن يعني بعد مضي حوالي عامين من العمل في الدستور، نحن الآن اقتربنا كثيرا من المسودة النهائية أو مشروع الدستور اللي إن شاء الله يعرض الليبيين. طبعا وجودنا في عمان هو طبعا جلسات تشاورية، لا يوجد في أي اتخاذ قرار. كما تعلمين أن اتخاذ القرار لا يتم الا داخل ليبيا بناء على القانون، وكذلك حتى حكم محكمه صدر في ذلك. فنحن الان نعالج قضايا محدده جدا، ووصلنا يعني نقدر نقول الى نسب عاليه من الانجاز. ويعني امس على سبيل المثال كان موضوع المراه، ويعني كان هناك يعني توافق ايجابي في حقوق المراه من كوسه وقضايا اخرى. واليوم ناقشنا باب الحكم المحلي، قضايا محدده في الحكم المحلي وتوافقنا حولها. والعمل مستمر، نحن نعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متاخره من الليل، ونتوقع ان يكون هناك يعني مسوده المشروع تكون يعني قريبه ان شاء الله، بعد طبعا بعد التصويت عليها او مدارسها التصويت داخل ليبيا وممكن البيضاء تحديدا. نعم ذكرت. نعم تفضل. نعم أكمل سيد إبراهيم. نحن متفائلون جدا، ونحن نعتقد أننا يعني على مقربة، وهذه المسودة ستكون توافقية. ونعم هذا هو سبب رئيسي للتأخير، أنك يعني التوافق ليس بأمر سهل، خصوصا أن ليبيا فيها كثير من القضايا، سواء حدثت يعني قضايا بسبب قبل 17 او بعدها. فان شاء الله نحن يعني على ابواب ان يتم التوافق على هذه القضايا. وما زالت هنا تواجهنا قضيه المكونات وقضايا اخرى بسيطه، قضيتين او ثلاث، التوطين والعاصمه وكذلك الغرفه الثانيه واختصاصاتها. نعم. نعم، ذكرت في مستهل حديثك سيد ابراهيم بانكم يعني قمتم بمناقشه عدد من المواد الدستوريه، يعني صياغه الدستور يحتوي على عدد كبير من هذه المواد، الا يحتاج الى توافق بين الاعضاء؟ هل التحق نعم بكم نعم نواب مقاطعون؟ نعم، نحن نتكلم على المواد
المختلف عليها مواد قليله، تتكلم اربع خمس مواد، حتى المقاطعين بين قوسين انا نقول مختلفين معنا في الراي وليس مهم. كلمة مقاطعة لا أحدثها كثيرا. نعم. يعني التقينا فيهم في تونس فصار نقاش وكذا، خلصوا إلى أن المتواضعين عليه حوالي أربع نقاط فقط، أربع نقاط هي مختلفين عليها. فخصوصا اليوم في وجود اليوم كما تعلمين هناك لقاء جمع بالممثل الخاص للأمم المتحدة وكذلك الممثل عن الجامعة العربية منظمة الاتحاد الافريقي وكذلك في حضور وزير الخارجيه العماني، كان هناك زخم ودعم كبير لهذه يعني العمليه ان صح هذا التعبير. ونحن بشكل نؤمن بشكل خاص ان هذه هي طوق النجاح وان هي من ستجعل ان شاء الله الاستقرار لليبيا. نعم. نعم، أيضا يعني اجتماعاتكم ولقاءاتكم واللقاءات التشاورية مع السيد مارتن كوبلر، يعني ماذا أضاف لهذه الاجتماعات وأهمية وجوده؟ نعم، هو يعني لقاء أكثر من يعني لم يكن يعني لقاء أو رسمي أكثر من كونه اجتماع. نعم. وشفته في المؤتمر الصحفي كيف هو يعني أكد على العملية الدستورية ودعمها بشكل كبير جدا، وأثنى على المسودة الأخيرة بتاع لجنة العمل، صح حتحتاج لبعض التعديلات حتى قضايا فنية مثلا، ولكن نحن الآن نحل القضايا التوافقية بين قوسين المختلف عليها بين قوسين، ونترك يعني الأمور الفنية يعني يمكن حلها يعني في ظروف أسهل. ف يعني هذا يعني هذا المسار إن شاء الله نحن في نهايته، و يعني كثير من الأشياء التي حدثت ونعتبرها أمور طبيعية، يعني هي التي إن شاء الله تعطي زخم لهذا الدستور. يعني نحن لا نبحث عن دستور مغالبة ولا نبحث عن دستور توافقي، فالتوافق ليس بالأمر السهل أنك تتوافق، خصوصا إذا كان هناك تباين في الآراء أو هناك تمترس في الآراء. لكن الحمد لله أعضاء الهيئة التنسيقية الآن يشعرون بعظم هذه المسؤولية. نعم. ولا يعني المسألة مسألة مدة قصيرة، يعني لا تتجاوز حتى يعني. نعم. نعم سيد إبراهيم، وسؤالي الأخير لك، هل ستستمر هذه الاجتماعات والمشاورات في سلطنة عمان؟ لا يعني هي مسألة أيام فقط. نعم. إن شاء الله بإذن. نعم إذن. نعم إذن أشكرك السيد إبراهيم البابا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صلالة العمانية، شكرا لك. أكدت مصر ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة في ليبيا. التأكيدات المصرية جاءت في ختام لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وميروسلاف لتشاك نائب رئيس الوزراء سلوفاكيا بحضور سامح شكري وزير الخارجية. السيسي شدد على أهمية تحقيق التوافق الليبي حول حكومة الوفاق الوطني ودعم مؤسسات الدولة الليبية والجيش ورفع حظر توريد السلاح ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية. نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التقارير التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة نشر جنود داخل تونس استعدادا لعمل عسكري في ليبيا. السبسي الذي كان يتحدث لصحيفة واشنطن بوست قال أن واشنطن لا تحتاج نشر مزيد من الجنود داخل تونس، فلديها الأسطول السادس في البحر المتوسط وخمسة آلاف جندي، موضحا أن تونس في حالة حرب مع الإرهاب وهي على الجبهة لحماية أوروبا من تدفق الإرهابيين إليها، مشيرا إلى أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية حسب وصفه. كما أكد السبسي أنه ستتم محاكمة الشبان التونسيين العائدين من ليبيا بموجب القوانين التي تحترم حقوق الإنسان. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد آخر مستجدات تنفيذ الاتفاق السياسي، حيث أعرب الصيد عن دعم تونس الكامل للمجلس الرئاسي،
كما تم التطرق إلى أوجه التنسيق بين الحكومة التونسية وحكومة الوفاق في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن القومي لكلا البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، كما أكد الصيد أن بلاده ستدرس إعادة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار قرطاج تونس الدولي. قال مارتن كوبلر إن هناك 4 حكومات في ليبيا في الوقت الراهن، إحداها داعش، مشددا على ضرورة تركيز العمل لدعم حكومة الوفاق لتولي مهامها من أجل مصلحة الليبيين حسب وصفه. تصريحات كوبلر هذه جاءت في سياق مقابلة أجراها مع موقع إمارات 24 الإخباري، حيث قال إنه لا توجد 3 حكومات في ليبيا وإنما 4، بالإضافة إلى البرلمان، حيث توجد حكومة واحدة معروفة لدى الجميع وأوراقها على الطاولة، وهناك حكومتان غير فاعلتين على أرض الواقع وهما حكومتا طبرق وطرابلس، حيث لا توجد كهرباء والمستشفيات لا تعمل والأوضاع صعبة للغاية وخطيرة، وفي الوقت نفسه توجد الحكومة الرابعة المتمثلة بتنظيم داعش والتي تعد فاعلة وتعمل على أرض الواقع بالسيطرة على الأراضي بالسلاح والإرهاب، وهذا غير مقبول، ولكي تتم مواجهته لابد من تعزيز ومساعدة حكومة الوفاق الوطني من كافة الجهات. اتهمت حركة تحرير السودان جهات مقربة من حكومة الخرطوم بتدريب عناصر إرهابية من ليبيا مالي بمدينة دارفور، ونقلت صحيفة سودان تريبيون عن المتحدث باسم الحركة محمد هارون أن حركته تابعت خلال الأسبوعين الماضيين تحركات لعناصر إرهابية، قال إنها تواجدت فجأة في المناطق الشمالية لشمال دارفور. هارون أضاف أن حركته التي يقودها من أركو ميناوي كثفت جهودها لمعرفة وتحديد مواقع تلك المجموعات، وتبين لها من خلال الرصد قبل 3 أيام وجودها في مدينة المالحة بشمال دارفور، مؤكدا أن تواجدها في تلك المنطقة أشاع الرعب وسط المواطنين. وطبقا لهارون فإن المجموعة المكونة من جنسيات مختلفة قدموا من ليبيا ومالي وتقدر بنحو 700 شخص، مضيفا أن النظام رتب لنقلهم إلى جبل مرة الذي يشكل لهم ملاذا آمنا ليتم تدريبهم هناك لأغراض إرهابية وعمليات ضد أهل دارفور. ألقت السلطات التونسية القبض على عنصر وصف بالخطير يقوم بتسفير شباب مدينة أرمادا إلى ليبيا للالتحاق بداعش والجماعات الإرهابية. وقال مصدر أمني لوكالة تونس إفريقي للأنباء إن التحقيقات أكدت ضلوع هذا العنصر في استقطاب شباب المنطقة وفي تسفير النفوس الضعيفة منهم للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سرت والتواصل مع عناصر من التنظيم، مضيفا أن التنظيم يعتبر هذا الشخص عنصر رصد لأهدافه. وكانت تونس ألقت بداية الأسبوع الجاري القبض على مجموعة تتكون من 6 عناصر بصدد الإعداد للتسلل إلى ليبيا والالتحاق بالمجموعات الإرهابية. النشرة مستمرة وفيها راس لانوف بين مطرقة داعش وسنداني نقص الخدمات. اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في سلطنة عمان. السبسي: الولايات المتحدة لا تنوي نشر جنود لضرب الإرهاب في ليبيا. كوبلر: داعش حكومة الرابعة في ليبيا. نجدد لكم التحية. نظمت منظمة الأيادي الطاهرة للتنمية والأعمال الخيرية ورشة عمل بعنوان طريقها لفهم الدستور، شارك فيها المرصد الليبي لحقوق الإنسان وحقوقيون ومختصون في مجال القانون، ونوقشت فيها الحقوق والواجبات للمواطن وإمكانية التعرف على أهمية القانون والدستور لدى المواطن. ك
كان دوره بخصوص افهم دستورك وشكل الدوله لمتدربين جدد لفئه جديده تم اختيارها لتوصيل المعلومه من اجل الدستور الليبي. كان هذا مشروع الدستور الاول في ليبيا لمناقشه كل ما يخص الصوره الحقيقيه للدستور وعدم ما الجرائم التي ارتكبناها في سواء كان في حق البرلمان او حق المؤتمر الوطني. الان نحن لا نريد عدم وجود عدم تصويت، عدم الاختراع، عدم النظر الى الماده الدستوريه والتصويت عليها، الان نحن نريد كل الشعب يصوت على هذه الماده الدستوريه وحتى لو كانت هذه الورقه فاضيه. هذه فئه كانت مستهدفه، كانت حوالي 25 شخصيه او 25 متدرب. اعطيناهم الماده العلميه، كانت على شكل الدوله، انظمه الانتخابيه، انظمه نظام الحكم، الاستفتاء، الاستفتاء الشعبي، الاستفتاء الانتخابي، عدد الناخبين وهكذا من المعلومات الدستوريه. الان وقد تم تسليم شهادات للجميع المتدربين، تم تخصيص بعض السفراء وهناك متميزين دائما في كل دوره. هذه الدوره تحصلنا على 6 متميزين من دوره، وكل المتدربين كانوا متميزين ولكن هؤلاء بالخصوص لانهم كانوا فعالين ومشاركين، وكان بعض النقاط المثيره اللي هن في الدوره كان يطرحوا يثيروا فيه قبل ما احنا نثيرون كمحاضرين. دي اول دوره نديرها من اسم افهم دستورك. طبعا هذه الدوره فيها 15 مشترك وان شاء الله فيه دورات ثانيه باذن الله، وهذه الاولى باذن الله بالنسبه للمنظمه مع التعاون مع المرصد الليبي لحقوق الانسان فرع بنغازي. طبعا الدوره فيها شكل الحكم وشكل الدولة والنظم الانتخابية، وكانت تفاعلات جيدة جدا. راس لانوف عاصمة الهلال النفطي، موقعها الاستراتيجي جعل معاناتها تستمر لأكثر من 5 سنوات. يشكو أهلها من التهميش واحتمالية أن يسميها داعش عاصمة لدولة خلافته. التفاصيل في هذا التقرير. في مثل هذا الوقت قبل 5 سنين تعرضت راس لانوف لمحنة التدمير وقتل وتشريد أهاليها بعد أن تبادلت السيطرة عليها كتائب الثوار وقوات النظام السابق. لكن نهاية الحرب الأهلية الأولى في أكتوبر 2011 لم تضع حدا لمعاناة المدينة ولم تأتي بالأمن والسلام لأهلها. قد لا توجد أثار دمار على البيوت التي تظهر في الصورة، لكنه موجود بصورة مختلفة أكثر دلالة. فمع أهمية المدينة كعصب للصناعات البتروكيماوية وكميناء لتصدير النفط بين مينائي زويتين والسدرة، فقد جعلها ذلك هدفا متكررا لهجمات تنظيم داعش بغية ضمها لولايته المزعومة في سرت، وخاصة بعد نجاحه بداية هذا العام في السيطرة على بلدة بن جواد التي لا تبعد سوى 40 كيلومترا. لا تقف معاناة الأهالي عند هذا الحد، فأزمة السيولة تطالها بشدة وتكتظ بنازحي بن جواد المحتلة، ويعاني قطاع التعليم فيها من نقص المعلمين والكتب الدراسية بعد أن أحرق الداعشيون الكتب الكافرة التي كانت في طريقها إلى المدينة. لكن الأشد إيلاما هو خوف الناس من الحديث إلى وسائل الإعلام تحسبا لاحتمالية سيطرة داعش على المدينة وإلحاق الأذى بهم. واقع الحال يقول إن المتصارعين على السلطة والنفوذ في أنحاء البلاد انشغلوا بصراعاتهم وتركوا مثل هذه المدن والبلدات في الوسط الليبي لمصيرها. ولولا جهود ثلة من المقاومين من رجال ليبيا لنجح الإرهاب في السيطرة على مصدر قوت الليبيين، وربما أعلن الإرهاب راس لانوف عاصمة له ووفر على الإخوة الأعداء الجهد والشقاق، حيث يبدو أن حسم أمر العاصمة يعطل دستورا يراه الكثيرون بصيص أمل في استرداد الدولة وإنهاء صراعاتهم وعذاباتهم. وصلت يوم أمس إلى مستودع البركت بغات الدفعة الأولى من اسطوانات الغاز بعد 2 عامين عانى فيهما المواطن من أزمة كبيرة وصل فيها سعر الاسطوانة إلى أكثر من 100 دينار. الدفعة الأولى كانت 1000 اسطوانة تم توزيعها مباشرة على المواطنين بمنطقة البركت، وستصل اليوم الدفعة الثانية إلى مستودع محطة الوقود في غات المركز. وصلت 1000 اسطوانة قادمة من مستودع 7.
قادما من مدينة سبها بعد الاتفاق اللي اجتمع عليه اللجنة مجلس البلدي غات على الحصول على كمية كبيرة من الغاز لميريت غاز. شكرا لرئيس لجنة اللازمة لاستاد ميلاد الذي قام بالمجهودات والوصول الكمية وصلت يعني عند الساعة الثالثة. في كميات ثانية يقارب عدد 4000 استوانة. إن شاء الله ممكن بعد غد إن شاء الله سيتم تحويلها من مستورد 7 إلى غد إن شاء الله. الحمد لله اليوم ما هو طبعا ب3 جنيه بفضل المجهودات اللي بدلها لينا بفضل مجهودات شركة البريقة وربي يزيدهم الصحة وبارك الله فيهم. العدد المتوقع الإجمالي من تغطية استوانات عدد الغاز في منتخبات ما يقارب 6000 استوانة. وصول الدفعة الأولى اللي هي 1000 استوانة والكميات الثانية ستتوالى إن شاء الله. هناك لجنة انطلقت من غات اللي هي بتكليف من المجلس البلدي ولجنة الأزمة وهي تتابع الإجراءات الإدارية والإجراءات المرحلية اللي تأخذها هذه التعبئة إن شاء الله تعالى. عقد بالمجلس البلدي إثراغن اجتماع تنسيقي حضره مدراء عدد من المؤسسات والمكاتب ذات العلاقة بالإصلاح البيئي والسلامة والصحة العامة والأمن الغذائي. تمحور الاجتماع حول مناقشة عدد من الخطوات والترتيبات الواجب اتخاذها أمام التحديات السلبية ذات الصلة الوثيقة بأمن وسلامة الوطن والمواطن ودعم كل ما من شأنه تقديم الأفضل والحفاظ على أمن الوطن وأبنائه. هذا الاجتماع يشمل مكتب الإصلاح البيئي ومكتب العمل والتأهيل ومكتب الاقتصاد ومكتب الصحة والحرس البلدي. هذا هم مكونين للجنة التفتيش الصحي والبيئي بالبلدية ساعيين من أجل تفعيل دور لجنة التفتيش الصحي والبيئي والتفتيش على العمل الوافدة وتنظيم عملها في نطاق هذه البلدية من أجل المحافظة على الصحة العامة وصحة وأمن المواطن. ونبقى في إثراغن حيث نظمت وحدة التفتيش التربوي في المدينة ورشة عمل حول إعداد جدول المواصفات للاختبار التحصيلي في المؤسسات التعليمية ببلدية إثراغن. وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الأداء التخصصي والفني والتعليم التربوي لدى المفتش والمعلم على حد سواء ولتقديم كوادر أكثر قدرة على تقديم الأفضل لسير العملية التعليمية بخطى ثابتة وإيجابية. ورشة عمل لإعداد جدول المواصفات للاختبار التحصيلي للطلبة نظمتها وحدة التفتيش التربوي بإثراغن وبحضور المفتشين التربويين على مستوى الوحدة وذلك رغبة في رفع المستوى الفني لعملية التقييم سواء للمفتش أو للمعلم أثناء متابعته للعملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية بالبلدية. هذه الورشة جاءت على خلفية خلل في عملية التقييم واجهت الوحدة من خلال أداء بعض المفتشين التابعين لها. ما لاحظنا احنا من خلال التقييم في المدارس ان هناك وجود خلل في عمليه التقييم، فارتئينا ان نبني بهذا الجدول المواصفات كيف المعلم كيف يعد اختبار جيد وصادق بحيث انه يعطينا مؤشر حقيقي في عمليه التقييم. هذا بالنسبه لورشه العمل، وان شاء الله راح نطلق بالبرنامج هذا في المدارس خلال الاسبوعين او الثلاثه القادمات ان شاء الله. الورشه يؤمل منها فائده لاهل الاختصاص لتنطلق عمليه واعده داخل المؤسسات التعليميه اذا ما تم التطبيق بشكل حقيقي وصادق. حضرنا اليوم ورشه العمل هذه اللي حول مواصفات الاختبار التحصيلي للتلاميذ، والحقيقه يعني كانت يعني في المستوى المطلوب وفي المستوى الجيد. ونتمنى الحقيقه من اخوتي المفتشين وكل المعلمين والمعلمات الاستفاده الحقيقه من هذه المعلومات وتطبيقها على الارض الواقع في المدارس وفي العمليه التعليميه لكي نرتقي بالعمليه التعليميه وبابناء الطلاب الى الامام ان شاء الله. اعداد جدول المواصفات للاختبار التحصيلي برنامج ليس بالجديد على بعض التخصصات ولكن تبقى العبره بالنتائج.
بالنسبة للمفتشين متاع مادة الرياضيات ومادة العلوم باعتبارهم تعتبر كدورة لرفع كفاءة فقط، بالنسبة لباقي التخصصات يعتبر مادة جديدة عليهم، وإن شاء الله نتمنى أنها تكون وصلتهم ويوصلوها للمعلمين بقدر الإمكان. وكما يرى البعض لا مانع من استغلال المناسبة للإشارة إلى بعض التقصيرات الإدارية والفنية للوحدة والمكتب التابعة له. مفروض احنا وحده التفتيش تراغم لا يمكن نقبل الساحه اذا كان فيه نقطه نظر، اذا كان فيه وجهه نظر، كان فيها يعني اي تنبيه المفروض يكون منك تستحسن. محمد السعيدي علي 218 تراغم. ما زالت النشره مستمره مشاهدينا وفيها جهود للمحافظه على قطاع الصيدله. اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في سلطنة عمان. السبسي: الولايات المتحدة لا تنوي نشر جنود لضرب الإرهاب في ليبيا. كوبلر: داعش حكومة الرابعة في ليبيا. أهلا بكم من جديد. انتظمت في مستشفى الوحدة العلاجي في درنا ورشة عمل في اليوم العالمي للنوبة القلبية، الورشة التي حضرها العديد من المهتمين بالشأن الطبي جرى خلالها مناقشة الأخطار التي تفضي لحدوث الأزمات القلبية وسبل تفادي هذه الأخطار. كما قامت إدارة الخدمات الصحية في درنا بتنظيم كشف طبي مجاني على هامش الورشة. طبعا الندوة كانت هي عبارة عن تقديم محاضرات للحضور، الفكر كان هو فكر التوعية يعني ويصل الفكرة معينة للناس حتى يوصلوهم من أهلهم والأقاربهم يعني. طبعا وفيها ورشة عمل يقول يعني يتجه بعدها الحاضرين لقياس الضغط وسكر الدم، تحليل عمل تحليل سكر الدم ورسم قلب والكشف تاع عند دكتور باضينا. تحاول بعض الجمعيات الصيدلانية خلق بيئة للعمل ومنع أي تجاوزات تخرج عن سياق المهنية، وذلك للحفاظ على صحة المواطن من خلال الندوات والمحاضرات العلمية لذوي هذا التخصص. يبدو أن الوضع الصيدلاني في ليبيا يعاني هو أيضا العديد من المشاكل ضمن المعاناة التي يمر بها الوضع الصحي كغيره من القطاعات الأخرى. هذا ما لخصته المحاضرات التي أشرفت عليها الجمعية الليبية للعلوم والصيدلة بالتعاون مع نقابة الصيادلة الليبية. إذن أبرز ما تم مناقشته هو حث الصيادلة على مزاولة المهنة بمواصفات ومعايير دولية والتعاون مع منظمات دولية ومحلية للرقابة وتطويره. الهدف من إقامة هذه الندوات وهذه ورش العمل هو حتى الصيادلة على مزاورة المهنة بمعاييرها العالمية، بمعاييرها الموضوعة في القوانين مزاورة المهنة. طبعا النقابة تتعاون مع عدة منظمات منها الجمعية الليبية للصيدلانية، الجانب العلمي، وفي هناك منظمات أخرى للصيادلة منها اتحاد موردي الأدوية والنادي الصيادلة وكثير من المؤسسات الحكومية الرقابية مثل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. من ضمن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها أيضا أهمية الرعاية الصحية ودور الصيدلاني بها التي تكاد تنعدم في البلاد. ناقشنا الممارسة الصيدلانية ودورها في الرعاية الصحية في ليبيا، وناقشنا المشاكل اللي يتعرض لها صرف الأدوية من غير الصيادلة. الصيدلي هو الشخص الوحيد المخول عالميا بصرف الأدوية لأنه هو المؤهل علميا وعمليا ومدرب للإمام بجميع المعلومات الدوائية
اللي تكفل للمريض السلامة والعلاج الفعال والأمان وما يتحصل على الزرعة الصحيحة. يحاول القائمون على هذه الندوة وضع حدود لما أسموها صيدليات بدون صيادلة وصرف الأدوية بدون الرجوع إلى ذوي الاختصاص. المحاضرة اليوم اللي هو الممارسة الصيدلانية في ليبيا وتأثيرها على الصحة العامة، وكان أهم محور فيها اللي هو وجود صيدليات بدون صيادلة. حقيقة هذه ليبيا تعاني من المشكلة هذه حالها بحال بعض الدول العربية الأخرى، طبعا مش كل الدول العربية، لكن في بعض الدول تعاني من القصة هذه، ولكن ليبيا معاناتها مضاعفة، لأن بصراحة وجود غير الصيدلي في الصيدلية يعني قتل للمريض. نتمنى من المواطن أن يطلب من الصيدلي يبرز له تعريفة أو يبرز له شهادته بحيث يعرف أنه فعلا اللي يتعامل معه صيدلي ولا لا. محاولات قد تؤتي ثمارها وإن كانت صعبة المنال في الوقت الحالي مما تشهده البلاد من توترات قد يطول أمدها. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن روسيا حولت الصراع السوري إلى عرض عسكري وميداني تجارب لأسلحتها. الصحيفة نقلت عن خبير عسكري أن بوتين أظهر من خلال تدخله في سوريا القدرات العسكرية الروسية، وأعاد استخدام العمليات العسكرية لتحقيق أهداف بلاده. وتحدثت الصحيفة خصوصا عن استخدام الطائرات المقاتلة وإطلاق صواريخ كروز كاليبر من البحر الأسود ونشر بطاريات صواريخ S-400. كما كشفت الواشنطن بوست عن جوانب ضعف لا سيما في ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت في سوريا، حيث كانت هناك صعوبات في أنظمة الأهداف ما تسبب في دمار كبير وموجة نزوح للاجئين. فجر انتحاري نفسه اليوم بمدينة اسطنبول التركية بعد مهاجمته من قبل الشرطة. التفجير تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخص، منهم 3 في حالة حرجة. وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لرويترز إن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني أو جماعة مرتبطة به قد نفذت التفجير الانتحاري. قتل 62 شخص منهم 55 راكبا وطاقم من 7 أفراد كانوا مساء أمس على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية، وتحطمت الطائرة في حين لم يتبقى على نهاية رحلتها التي بدأت في دبي إلا 100 متر فقط لتهبط في مطار مدينة روستوف، على حد ما نقلت مواقع إخبارية روسية، فيما ذكرت أن سبب سقوطها ربما كان ضعف الرؤية الليلية التي فقدت معه القدرة على تحديد موقع المدرج على الأرجح. واستبعد مسؤولون ومحققون روس أن يكون السقوط بسبب عمل إرهابي، وقالوا أن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيس، فالرياح كانت قوية جدا في محيط المطار، والطائرة حاولت الهبوط 2 على مدى 2 ساعة قبل أن تتحطم. أبلغت هندوراس منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة غيان باريه إلى ما لا يقل عن 37 حالة في هذا العام. ويعزز هذا التقرير من هندوراس العلاقة المفترضة بين متلازمة غيان باريه وفيروس زيكا، حيث يعتبر زيكا بمثابة الفيروس الوحيد الذي يسري الآن في هندوراس. ويشير التقرير إلى أن عدد البلدان التي اكتشفت زيادة في متلازمة غيان باريه المرتبطة بفيروس زيكا وصل إلى 8 بلدان في أمريكا اللاتينية. الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل إبراهيم نحوتي. إليك إبراهيم. شكرا صباح. ننتقل الآن إلى حالة الطقس وهذه نظر على درجات الحرارة في عدد من المدن الليبية.
والآن لم يتبقى سوى العناوين. اجتماع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في سلطنة عمان. السبسي: الولايات المتحدة لا تنوي نشر جنود لضرب الإرهاب في ليبيا. وكوبلر: داعش حكومة رابعة في ليبيا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.